السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات يعني تاع حسين جناد، وين مسؤولة هي مرأة يعني في وين مسؤولة مالية بالاتحادية تستولي على ملفات هامة وتفر تهرب، وين هربت إلى خارج البلاد اللي راهي في إسبانيا ونقول لكم بلي مسؤول سابق في كرة القدم الجزائرية يعني تاع اللي جابهم حداد وجاو فوق كما قال لهم رفيق وحيد، جاو فوق الشهر يعني راه فانك في اسبانيا يعني بداعي المرض غادي كاع يمرضوا هذو اليوم في التحقيقات كاع غادي يمرضوا. انا نطلب حاجه برك من الدوله الجزائريه، ضرب بيد من حديد، ضرب بيد من حديد. هادو خاصة القنوات اللي اليوم صبحوا يعني بيقلبوا الصورة، يعني بفوز أو تعادل بيقلبوا الصورة. كيما واحد ذاك اللي يغسل الكلاب قال لهم أني جاي، راني جاي كاينين تسريبات، ولي تقولوا بلي نسيناكم، ما نسيناكمش، غير أنا مخليينكم تفرحوا بالفوز أمام موزمبيق فقط، خليكم تفرغوا كلش. هلا ما كان كاينين تسريبات، ولي تحسبوا بلي رانا ناسيينكم ولا كاين تسريبات مازال. قلنا لكم عطيناكم وعد حتى رمضان، كيما كنتو تقصروا على الغاشي ديروا لهم لي لايف والماتش يتعاود وتخلصوا من عند سيادتكم، خاطر لانكم نتوما اصحاب ايادي وسخه تخلصوا. اما لا، قارعوا للتسريبات تاعكم، قارعوا كلش. هذاك بوك الباء قارع للتسريبات بينك وبين ديك البقره تاع الحليب، يعني لي ميساج اللي كنتو ترسلو بعضكم بعض. حتى وين الكلمه تاع اللي كنت تقولها في الحراك، وقفت ضد الدوله الجزائريه، عقل عليها مليح. وراهم كاينين كاع التسريبات تاعك، حذاري ثم حذاري. انا يعجبني واحد من يخرج يقول لك لا، غالبا يطلق كيما خرجت البقره الحانوت نهار اللي قالت لهم الى عندكم الطيور انا طلقنا لكم حبه تاع تطلب، وكاين فانيك صوالح تاعك، فانيك صوالحك وخدا اخرين، انت يا بقره تاع الحليب. كاين كيما ذاك تاع حسي بيسي، حيسي بيسي هذاك فاني، كاين شينويه كاين هذاك البغل، هذاك المخنث، هذاك خي خلو، هذاك كاين فاني خير ربي. اليوم وين راه عندي انا واحد من الناس عندي المعلومه باللي مسؤول على كره القدم من اللي جا في 2017 وراح في 2021، راح عندنا معلومه باللي راه في اسبانيا وبداعي المرض برك. هذا مكان راه فما قاعد في اسبانيا، والملفات راحوا لاسبانيا، الملفات هامه يعني تاع المحاسبه وكلش خرجوا راحوا لاسبانيا. وكيفاش خرجوا؟ كيفاش؟ لازم تحقيقات صارمه، هذه هي اللي نطلبوها من الدولة الجزائرية، لأن هذا الناس هذه العصابة تريد وين كاين أعداء الجزائريين، وين أعداء الجزائر، وين راهم يستعملوا. أنا قلتها لكم ونعاود، قلت لكم أخطر عصابة، ما قلتهاش غير اليوم، هدرتها من 2019، يعني أخطر عصابة هذو. ونقول لكم ونعاود لكم أعداء الجزائر هما جزائريين للأسف، أعداء الجزائر مستعملين هذه العصابة الخاطرة يعني حتى في السياسة ضد الجزائر، باش يكون على بالكم. اسمعوا معنا عمي حسين يتكلم. هذا الفيديو اليوم راح نخصه للجنة التحقيق المكلفة من قبل السلطات العليا في البلاد، واللي راح يتحقق في الفترة التسييرية للفاف من 2017 وإلى يومنا هذا. كاين أمور خطيرة جدا تم التوصل إليها من قبل أعضاء هذه اللجنة. إلى تتذكروا في 2017 مع قدوم رئيس جديد للاتحادية ومكتب جديد بدأت تتضح الأمور، كما يقال العام يبان من خريفه. الاتحادية راهي هيئة كبيرة، وكان لازم منها شخصيات ورجال وكفاءات في المستوى اللي سيروها. يومها لما بدأ تعيين أشخاص ما عندهم حتى كفاءة في مناصب حساسة، قلناها كانت كارثة أمام الملأ، والفيديوهات ما زالت والتسجيلات ما زالت وكل شيء ما زال موثق. قلنا
يومها بأن هذه الاتحادية ما راهيش رايحة تروح بعيد، وصح بأن هناك كوارث انتظروها ولو بعد حين. اليوم وصلنا لذيك الحقيقة. يومها كانوا يقولون أنتم ضد الاتحادية، وكانوا يقولون أنتم مجمعة روراوة، وكانوا يقولون أنتم ضد النجاح وضد الرئيس الجديد وضد وضد وضد. أعداء يقول الأعداء. والشهور والسنوات هي التي أنصفتنا والحمد لله. اليوم أعداء التحقيق فيها رجال خبراء من أعلى مستوى لا تخفى عليهم خافية. وين كاين الخلل اللي يمشوا ليه؟ ناس عندهم خبرة، عندهم كفاءة، عندهم مستوى عالي جدا، أبناء الجزائر، خاصة في تسيير الأمور المالية في المؤسسات. أبناء الجزائر عندها شهرين الآن وهي تبحث وهي تحقق. كاين عدة أمور قامت بهم هذه اللجنة، وأنا كانت عندي معلومات ما هدرتش عليها في وقتها وما زلت ما هدرتش عليها، ولكن بعد نهاية هذه التحقيقات راح نهضروا عليها. الآن رانا نخليهم يخدموا دون تشويش. الخطير في القضية هاد خروقات، ولقاو عدة تجاوزات، وبالتالي قرروا استدعاء المسؤول على كل تجاوزات على حدة باش يسمعوه. من بين اللي استدعاوهم الأمين العام السابق الذي غادر منذ حوالي شهر، هذا استدعاوه وسمعوه في عدة نقاط، كما استدعاوا مدير الإدارة العامة دياجي اللي كان في العهدة اللي استمرت من 2017 حتى 2021، استدعاوه أيضا وسمعوه. لكن الأخطر من ذلك المكلفة بالمالية التي وجهوا لها الدعوة، وراح نعطوكم بالتفاصيل ماذا حدث بعد ذلك. أولا قبل ما ندخلوا في التفاصيل، أنت هذه المكلفة بالمالية عند انتخاب رئيس جديد وأعضاء مكتبه في 2017 على رأس الاتحادية، لقى وحدة مكلفة بالمالية عندها مستوى ما شاء الله، ولكن هما واش داروا آنذاك؟ قالوا هذه محسوبة على الرئيس اللي مشى في 2017، وبالتالي فصلوها عن العمل واستقدموا واحدة. للأسف الشديد أقولها مرة أخرى، استقدمها شخص في الاتحادية من بعد ولا عنده مسؤولية في المنتخب الوطني، بما أنه غادر الآن لا داعي باش نذكروا اسمه. هو اللي جابها الرئيس الاتحادية وقدمها له على أساس أنها كفاءة عالية، وفي الحقيقة هي كانت مجرد عاملة في بنك من البنوك. اليوم وبعد رحيل هذاك المكتب اللي استمر من 2017 وسير عهدة كاملة، اللجنة هذه لقوا عدة خروقات مالية، لقوا أمور كارثية في التسيير المالي للاتحادية. واش داروا؟ وجهوا الدعوة هذه المكلفة بالمالية باش تقدم توضيحات على الأموال هذه اللي ضاعت وكيفاش ضاعت، لأنها هي المسؤولة على الأموال في تلك الفترة. ولكن المفاجأة الكبرى حسب آخر الأخبار، هذه السيدة وجدوا أنها هربت من البلاد، فرت إلى الخارج، ويقال بأنها أخذت معها وثائق هامة جدا ومشات، وهي الآن مقيمة في كندا. يعني ما كانش يقدروا يجيبوها. شوفوا وين لحقنا، أن الأمور أصبحت خطيرة وأكثر من الخطيرة. مئات الملايير ذهبت أدراج الرياح، ولا واحد لحد الساعة يعرف وين راحت هذه الأموال. لجنة التحقيق راهي تخدم. العنصر الأساسي في هذه اليد الخفية اللي كانت تتصرف في هذه الأموال اليوم راهي هربت، راهي في كندا. ولكن التحقيقات ما زالت متواصلة، وأكيد اللي راح يتحمل المسؤولية هو اللي جاب هذه المسؤولة واللي كلفها بتسيير مئات الملايير وما راقبوهاش، ولا كانوا متواطئين معاها، الله أعلم. المهم التحقيقات راح تكشف عدة أمور وعدة حقائق.
إذا نحن لما كنا نتحدث على الكفاءات وكنا نقول بأن الاتحادية يلزم لها كفاءات تمد له منصب ومنصب حساس، واحد يسير في الأموال وواحد يسير في المخزن وواحد يسير في العتاد، وكل واحد باش عطاوهم وفي النهاية خربوها كاملين وراحوا وخلوها خاوية على عروشها. ولكن احنا كنا صغار كانوا يقولوا لنا واحد الكلمة، كنا الدولة يدها طويلة. يعني دير واش تحب، ولكن دير في بالك بأنك راح تلحق الوحدة المحطة أنك راح تتحاسب، تتحاسب على كل شيء درته. لما كنا نهضروا على التسيير، أنا ذات مرة كان مر معايا في واحد القناة التلفزيون واحد من هذو اللي كانوا في ذيك العهدة، وقال لي كلكم تهضروا على التسيير وكأنكم علماء في التسيير، ورئيس الاتحادية راهو عارف واش راه يدير وراهو عارف راه يسير، والراجل عنده وعنده مصانع وعنده وعنده، وانتم راكم تتهموا فيه. احنا ما نتهموا حتى واحد، احنا ما نتهموا حتى واحد، احنا قلنا الحقائق وقلنا. هذه هي خويا، ما زيدوش فيها، هذه هي، وخلي الايام هي اللي غادي تكشف وكل واحد يخلص. والله لا كل واحد خلص ان شاء الله. بات بكم، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وبالتوفيق لينا وليكم ان شاء الله يا رب العالمين.